السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أوامر البريك في المايكرو ستيشن. هقول له أنا عايز أعمل بريك إيليمنت، فبيطلع لي أربع اختيارات: بريك باي تو بوينت، أديله النقطة الأولانية وأديله النقطة التانية، فيبدأ يعمل لي بريك في الجزء دوت. دي أول طريقة. تاني طريقة بريك باي بوينت، هبدأ أحط النقطة هنا، ولو جيت عملت سيلكت إيليمنت الاقي النقطة دي بقت مختلفة عن النقطة دي. طبعا لاحظ ان انا لما بعمل سيلكت على عنصر التاني بيختفي. ممكن اقول لا ده انا عايز اضيف، فلما اعمل سيلكت يبدأ يعمل سيلكت على الاتنين. ممكن اقول له لا سبتراكت، فيبدأ يشيل حاجة من السيلكت. طيب نرجع لامر بريك، فبلاقي عندي اختيار اسمه دراج لاين. يعني هقول مثلا عايزك تقطع من هنا لهنا، وخلينا نعمل لاين تاني من هنا لهنا. سيلكت إليمنت هتلاقي ان القطعة دي لوحديها والقطعة دي لوحديها. دلوقتي هنشوف بريك إليمنت، واقول له ان انا عايز بريك باي إليمنت. طيب يبقى انا عندي الخط دوت وعندي الخط دوت، هتلاقي قطع ده لوحده وده لوحده. فلما تقول له سيلكت إليمنت هتلاقي الخط ده اتقطع مع الخط التاني.